ده اخدناه مع بعض في مراجعة وتلخيص لقواعد الوحدة الاولى اللي اخدنا فيها ازمنة مختلفة في ليسون واحد واتنين. هنا هنبدأ مع بعض نصحح واجب الحصة التالتة. السلام عليكم طلاب تالتة ثانوي، النهاردة ان شاء الله هنشتغل الحصة الرابعة، وزي ما اتفقنا ان احنا بنبدأ باهم جزء في الحصة، وهو ان انا اصلح الواجب بتاع الحصة التالتة. فكان عندي مجموعة من النقاط، اول حاجة ان انا اسمع القديم والجديد 4 مرات، وبالنسبة للي اول مرة يشوفني النهاردة، القديم هو مجموعة من الكلمات، اما باجي اخد الكلمات في الانجليزي بيبقى في مجموعة مش قليلة من الكلمات قديمة من سنين قبل كده احنا كنا تعرضنا لها، غير انه في كلمات ممكن لاول مرة تشوفها فاذا بيها تلاقيها كلمة سهلة مش محتاجة ان انا اخدها في الواجب، فبالتالي بجمع كل الكلمات القديمة دي في صفوف بالعربي وببتدي اراجعها مرة واحدة واسمعها، والجديد بتاعها بيكون 4 مرات. كان عندي المرة اللي فاتت صفحات 67 68 88 ماشي، عملنا اللي احنا قلنا عليه اهو، وهو ان الكلمات بالعربي كلها دي كلها كمية كلمات قديمة طبعا، وبأكد ان انا مش مجرد بكتب الكلمة بالعربي وبسمعها بالانجليزي وكان الله بالسر عليم، لا ده انا برجع على الكتاب وبصحح كلمتي حرف حرف، بدءا من حرفين الكلمة صح، لكن لو الوضع وصل لغاية 3 أو 4 حروف لا انا باخد الكلمة مرة تانية. طبعا ما شاء الله ملاحظين احنا انه كمية الكلمات كتير، يعني كلمة زي كلمة الزهايمر ممكن تكون الكلمة دي انت ما خدتهاش في السنين اللي فاتت، بس هي بتتكتب بالانجليش هي نفس النطق بالعربي، فملوش لزوم ان انا ايه ان انا اخدها. ده بيبين ان النقطة الاولانية من كتر ما هي صحيحة وموفقة يعني بحمد الله مفيش في ال3 ورقات دي اي كلمة جديدة. طيب عندي النقطة التانية، لاحظ الفرق 74 و75، لاحظ الفرق. طبعا احنا كنا ماشيين على النظام دوت من السنين اللي قبل كده، وهي ان انا باخد لاحظ الفرق في النقط بس اللي انا محتاجها، فاذا لقيت نفسي في نقط بالفعل متكررة او انا مش محتاجة لا انا بجمع اللي محتاجه بس، فدي كده النقطة التانية. طيب النقطة التالتة، سمع مترادفات ومتضادات 73 و93 ماشي، ادي المترادفات وادي المتضادات، بيبقى فيها بعض الكلمات اللي بتبقى اول مرة التقيها مثلا اول مرة اشوفها، فمعنى كده ان الكلمات ديت ممكن تخليني ابطأ شوية في التسميع، وما قلقش زي ما قلت ان احنا بناخد كلمات ممكن بنسمعها بس ما بنكتبهاش في الواجب. ادي المترادفات وادي مترادفات ومتضادات. يبقى وصلنا نمرة 3. المرة القادمة ده شغل النهاردة، هسمع تعبيرات وحروف جر، وانا قريتها المرة اللي فاتت، عندي التدريبات دي المفروض انها تبقى خلصانة. المرة القادمة شفوي قاعدة ليونت 1 لسون 1 و2، قراءة الفصل الثاني من القصة. نمرة 8، المفروض انا عندي قاعدة صوت 79، عندي اهي القاعدة، طبعا بكتب الجسم بتاع الشرح من غير امثلة، بس طبعا في بعض التركيبات دي ما تعتبرش أمثلة، هو بيقول لي التركيب عامل ازاي. نمرة 9، سؤال زائد إجابة من 18 ل 27، دي أسئلة القصة. طبعا أنا مش بكتب هنا في الواجب الجامعة العربي، لكن ببقى متأكد إن العربي أنا فاهم الكلمات اللي أنا كاتباها أو اللي أنا كاتبها. طبعا هيبقى في سؤال، طب انا بكتب ده مش حافظه، خلي بالك احنا زي ما كنت دايما بقول لاولادي من سنه اولى ابتدائي ان انا ما عنديش كمبيوتر في ذهني، انا مخي سوبر كمبيوتر، فانت يتهيأ لك للقطه انه الامر ما اثرش معايا انه اتكتب السؤال والاجابه انا استفدت ايه، لا انت استفدت ان ما فيش حاجه بتيجي قدام مخي غير لما بيبقى لها مقدار من الاهتمام. العمليه مش هتتوقف عند المرحله بتاعت ان انا كتبت السؤال مره واحده، انا لسه معايا السنه طويله، غير ان انا برنامج الحصة بتاعي دايما بيبقى فيه النقطة اللي زي نقطة رقم 10 سمع بهميم، معنى كده ان الصفحات اللي انا عديت عليها وحاسس ان انا عديت عليها بسرعة هتتسمع مرة واثنين وثلاثة في جسم السنة، مش اول ولا اخر مرة هاخد الصفحات دي، فما تقلقش وامشي بالشكل اللي احنا قلنا عليه. فعندي بهميم ان انا سمع صفحة 17، وعندي المرة القادمة 39، فما تقلقش وما تحسش ان الموضوع ملوش جدوى، انت لو ما استفدتش غير انك انت بقيت على صلة باللغة طول الاسبوع، لان من غير برنامج المراجعة من غير البرنامج بتاع الواجب ده انت مش هتفتح الانجليزي غير فيما ندر، واما هتقعد هتلاقي نفسك تايه وهتقفله، لكن لو قعدت بالشكل اللي احنا قلنا عليه هتصل لنقاط افضل مما انت عايز. قول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللهم انك تجعل الصعب ان شئت سهلا. وهنبدأ مع بعض نقول انه يونت 1
اخدناها الحمد لله لغايه المتلازمات اللفظيه. ناقص بس مجموعه من الصفحات كان فيها ملاحظات اضافيه. هل الكلام ده صحيح؟ كان في القاعده. فانا كده النهارده ان شاء الله هبدا اخلص معاك كل الملاحظات الاضافيه اللي انا كنت سبتها في جسم يونت واحد. فانا كده شغاله معاك من صفحه 45 وبقول لك نستخدم او تستخدم used to والمصدر عشان تعبر عن عادات كانت موجودة في الماضي. بس معنى الكلام انك استعملت used to والمصدر معناها انها ما بقتش موجودة دلوقتي. فما اقولك when I was young I used to spend the weekend in the countryside. يبقى معنى كده انك انت دلوقتي ما بقتش بتعمل كده. خلاص. when I was young I didn't use to spend the weekend in Cairo. يبقى انت خلي بالك ان الجمله الاولانيه معناها ان انت كنت متعود لدوت وانت صغير انك تروح الريف. يبقى دلوقتي لا، دلوقتي دوت لم يعد موجودا. دي نمره واحد. طب نمره اتنين، هتستخدم was و were وبعدين معاك used to، وبعد used to يا اما تحط noun يا اما تحط فعل في ing عشان تدل على ان شيء كنت متعود عليه في الماضي بس اخد فتره شويه. they were used to working in the fields. يبقى هما كانوا متعودين لفترة مش قليلة ان هما يشتغلوا في الحقول. طيب. عندي بعد كده نمرة ثلاثة ان انا اقول got او became او grew وبعدين احط بعدها used to واسم او used to وبعده فعل في ing. كل الكلام ده هيدل على التعود، اي ان شيئا لم يعد غريبا او صعبا. خلي بالك. يبقى لما اجي اقول محمد got used to the hot water weather of Aswan يبقى محمد اتعود خلاص على الايه، على الجو السخن اللي في اسوان. يبقى هو اخد مده واخد مشقه في التعود بس ده ما بقاش غريب عليه دلوقتي، ما بقتش حاجه صعبه ان هو يتحمل درجات الحراره العاليه. نمره أربعة، لاحظ بقى ان انا الشكل العادي من اللي هو السبجكت اللي هو الفاعل ومعايا يوز تو مصدر ممكن اجيب له اشكال تانية بنفس المعنى. الجزء ده مهم ليه؟ لانه بيقول لي في الاسئله هات الجمل اللي تساوي الجمله اللي انا اعطيها لك في المعنى. فانت ممكن تستعمل يوز تو والمصدر الشكل العادي. ممكن تجيب ايه كمان؟ هات الفاعل بتاعك وقول لي نو لونجر وهات مصدر، او مصدر ومعاه اس او اس او اي اس. معنى كده ان انا بتكلم في زمن ايه يا ملك؟ ايه الزمن اللي بيتكون من المصدر او اللي بيتكون من الفعل وبس، او الفعل وزاويه المضارع اللي هو المضارع البسيط. يبقى معنى كده ان نو لونجر هيجي بعدها ايه؟ مضارع بسيط. خلي بالك مش زي يوز تو بيجي وراه مصدر بس مفيش اس. طب ايه كمان الشكل ممكن اجيب بيه نفس الفورم ده اديله نفس المعنى؟ قال لي هات الفاعل وحط don't او doesn't والمصدر، بس في اخر الكلام لازم تحط any more او any longer. لان الكلام لما تيجي تقول I used to go to bed late هي equal I no longer go to bed late. خلي بالك انا كنت متعود اخش السرير متأخر، يبقى معنى كده ان انا ما بقيتش دلوقتي بخش السرير متأخر. طب ايه كمان؟ I don't go to school to bed late anymore. انا خلاص ما بقيتش بنام في وقت متاخر. يبقى النفي ده ما يقلقنيش لان يوز تو معناها ان ما بقاش ده موجود دلوقتي، هي ده كان في الماضي. فلو جبت الصيغه في المضارع لازم تكون منفيه. طب نمره خمسة، لاحظ ان يوز تو بتستخدم بمعنى يستخدم فيه في الصيغه التاليه. خلي بالك ان مش كل يوز تو كان معتادا على. خلي بالك في شكل من اشكال يوز تو معناها ان الصيغه دي مبنيه للمجهول. ازاي؟ لانه قال لي هنا في الاخر بتحط الاوبجكت او بتحط المفعول وتحط بعده تصريف فيرب تو بي وبعدين تحط يوزد وتو والمصدر او فور والاي ان جي. الشكل ده احنا اخدناه في اولى او تانية اعدادي. فما نيجي نقول مع بعض a knife is used to cut food، اول علامه من علامات ان الجمله اللي انا بتكلم عليها مبنيه للمجهول ان هي بادئه بفاعل غير عاقل اللي هو كان اساسا في الجمله نائب فاعل اللي هو لما ترجعه للمبني المجهول فهو مفعول. يبقى معنى كده ان السكينه تستخدم لايه؟ لتقطيع الطعام. فخلي بالك يبقى هتستعمل تو والمصدر او فور والفعل في ان جي. هنا بيقول لي خلي بالك من نقطه مهمه جدا. طبعا هو بيكلم الناس اللي القاعده بتاعتهم مش قويه قوي، مش معنى انك لقيت از قبل يوز تحط اي ان جي بعدها. تاني، مش معنى انك لقيت از قبل يوزد تحط بعد تو اي ان جي. اه يا قبل بس لسه الشكل ده احنا اخدين شبهه فوق في نمره 3.
لا في نمرة 2 اما قلنا ووز ووير ويوز تو والفعل في ان جي. ايوه بس ده مبني للمعلوم ومعناه كان معتادا عليه في الماضي. لكن الصيغه اللي انا بكلمك عليها اللي بدات بمفعول هو بيتكلم على صيغه مبنيه للمجهول، فما ينفعش بعد فيرب تو بي او الفعل الناقص هنا احط فعل فيه اي ان جي. تعال نكمل مع بعض ونقول صفحه 46. قال لي بالنسبه للفعل بي اللي هو ام ويز وار او ووز وير في الماضي بتستخدم موز وير وما بتستخدمش ديد كفعل مساعد في النفي او السؤال. دايما الكلام لما بيتشرح كده لما بتيجي تشوف الامثله بتلاقيها سهله، فما تيجي تقول لي شي ووز ليت يا سدايا، هي كانت متاخره امبارح. طب انا عايزه انفي الجمله اقول ايه؟ شي ديدنت بي ليت يا سدايا، اكيد ده غلط. يعني اقول ايه؟ شي وازنت ليت يا سدايا. طب ده معناه ان هيدخلني في كلمه تانية، امتى بنفي بدونت وديدنت ودوزنت؟ امتى انه بنفي بدونت لو الجمله فعليه. يعني ايه الجمله فعليه؟ يعني في فعل تاني غير دو في الجمله. لو الجمله فعليه هتنفي بدونت واخواتها. طب لو الجمله اسميه، يعني ايه اسميه في اللغه الانجليزيه؟ يعني ما فيهاش غير ووز او وير او از، كده بقت جمله اسميه بالنسبه له. ساعتها لما بتيجي تنفي بتنفي بايزنت ووزنت. يعني اما اقول لك اي ام ا جيرل مثلا او اي ام بورد انا زهقانه، لو عايزه تنفيها تنفيها ايه؟ اي ام نوت كذا، اي ام نوت كذا، اي ام اي ام ا تيشر مثلا. ارنت اما قلت طب خلينا في مثل تاني، اي ام ا تيشر انا مدرس، انفيها تقولي لي ايه؟ I am not a teacher. أنا مش مدرس. ليه ما قلتليش I don't be a teacher؟ لأن دي جملة اسمية. يعني إيه جملة اسمية؟ يعني ما فيهاش غير verb to be هو الفعل اللي شغال في الجملة. إمتى بتبقى الجملة فعلية؟ لما يبقى فيها فعل يا جماعة. لما يجي يقول لي I work at school هاتم فيها بقى I don't work at school، يبقى معنى كده ان دو واخواتها بتخش على الجمله اللي فيها فعل غير ام ويز وار. لكن الام ويز وار بيتنفى بيهم امتى؟ لو الجمله ما فيهاش غيرهم. عشان كده بيقول لك لو انت معاكي ووز وير بس في الكلام تنفي بوزنت ووورنت، لو معاكي كلام تاني او فعل تاني يبقى ساعتها تنفي بدونت او اخواتها. خلي بالكم عشان الكلام ده مهم، خلي بالكم. نمره 2 بالنسبه للفعل هات في الماضي البسيط بتستخدمي ديد معها كفعل مساعد في النفي والسؤال. هنا انس بقى اللي هيشرح. اما اقول لك اي هاد ميت فور لانش، هنا هاد ليه ما ينفعش اي هادنت ميت؟ عشان هادنت كده انا اتعاملت مع هاد انها فعل مساعد مش فعل اسم للجمله. يعني لو استخدمتها كفعل مساعد المفروض ما يبقاش ليها معنى، فما ينفعش. فالمفروض لو كده هتبقى اي هادنت هاد ميت فور لانش، لو انا عايزه يبقى انت هتنفيها وتقول I didn't have. يبقى انا تعاملت مع have انه مش فعل مساعد، ده فعل اساسي في الجملة، فبالتالي لازم اجيب له ايه؟ عادي بقى زي الجملة الفعلية احط له do واخواتها. نمرة 3 يمكن استخدام ديد قبل الفعل الاساسي في الجملة المثبتة بشكل بلاغي للتأكيد على المعنى المقصود. فهتقولي لي ايه؟ مريم did want to go to the party. يبقى هي فعلا يعني ده شكل بلاغي، هي عايزه تروح بشده، هي نفس معنى مريم wanted to go، هي نفس المعنى. طيب نمره 4 استخدم الماضي البسيط بعد التعبيرات الاتيه عشان تعبر عن شيء غير متحقق في الواقع. ده اللي احنا بنتكلم عليه دايما، ان يعني في مجموعه من الافعال بتخلي الزمن اللي وراها في الماضي البسيط. بس ده معناه ايه؟ انك انت بتتكلم في المضارع. خلي بالك النقطه دي ممكن تلخبط اوقات كتير، يعني هي دي اللي احنا اخدناها في سنين قبل كده، اللي هي اي ويش اي وير ا دكتور، ويقول لك اي نقط دو ولا دونت، دو ولا ديد. اي حد هيشوف الجمله هيقول لك بدل هنا وير يا ملك يبقى هنا هيبقى ديد. لا انت افعال التمني بتخلي الكلام في الماضي، بس انا قصدي دلوقتي. يعني الجمله معناها ايه؟ انا كنت اتمنى ان انا ابقى دكتور. انت دلوقتي كنت تتمنى، بس انت استعملت اللفظ انه كانه ماضي، بس انت دلوقتي بتتمنى. طيب يبقى معنى كده ان التعبيرات wish و هاي او about due time او I would rather ومعاكي جملة، الكلام ده كله الكلام اللي بعدها على الفعل اللي بعدها على طول بيبقى في الماضي البسيط، لكن زمن الحدوث بتاع الفعل في المضارع البسيط عادي. قال لي يستخدم الماضي التام وليس الماضي البسيط بعد التعبيرات السابقة في حالة استخدام التعبير الزمني ده على الماضي. طبعا هنا كأنه بيسحر بالظبط، كأنه بيقول سحر لو احنا ما عدناش على القاعدة دي قبل كده.
طيب اذا كان يا ابلة انت بتقولي انه بعدها بيجي فعل في الماضي البسيط عشان يتكلم عن المضارع، طب لو بعدها فعل في الماضي التام يبقى هو بيتكلم في زمن ايه؟ ماضي بسيط. يبقى دي من الافعال اللي بتنطط الزمن وراها خطوه. يعني لو لقيت بعدها ماضي بسيط يبقى انا بتكلم في المضارع. طب لو لقيت بعدها ماضي تام يبقى هو بيتكلم فين؟ في الماضي البسيط. في الماضي البسيط بس كده. يبقى احنا يعني هو بتحول بدل ما كان مضارع تحول لماضي. أيوة. بعد كده نطاط التاني هو دوت بتخلي الزمن ينط خطوه زياده. قال لي في حاله عدم وجود فاعل بعد وود ريزر بتستخدم فعل في المصدر وليس ماضي بسيط. دي مهمه جدا جدا اكتب عليها. يعني انت قبل عماله تفهمينا بقى لنا سنه ان وود والمصدر بيجي وود وريزر بيجي وراهم ماضي بسيط. قال لي بس خلي بالك لو ما فيش بعد وود ريزر فاعل بتحط الفعل في المصدر. خلي بالك بس انت قلتي لي أبلة انت قلتي لي يبقى انت هنا محتاج تخلي بالك ان هو لما قال اي وود ريزر وبعدها فاعل. بص كده المربع اللي هو رسمه فوق يا انا تشاور عليه. بص يا ملك وود ريزر وبعدها فاعل حط بعد كده الفعل بتاع الزمن في ايه؟ ماضي بسيط. طب تعالي نشوف تحت هنا معايا وود ريزر تمام مفيش فاعل يبقى هحط الفعل في ايه؟ في المصدر. هتحطي الفعل في ايه؟ في المصدر من غير تو. دي قواعد عندهم في اللغه الانجليزيه زي ما يجي واحد غير ناطق باللغه العربيه يقول لك طب وليه الفاعل مرفوع؟ طبعا ما فيش غير ان انا اقول له ان اهل اللغه اتفقوا على ان الفاعل مرفوع ملهاش تفسير. عشان هنا هيجي يقول لي ليه اللخبطه دي يا ابو؟ لا هي مش لخبطه هي اللغه بتاعتهم بتتاخد كده. يعني هو بيجيب كل حاجه بعدها الفاعل ما عدا وود ريزر ممكن يغير فيها ممكن ما يجيبش بعديها الفاعل. لو ما لقيتيش الفاعل بقى تختاري ايه؟ بحطها في المصدر عادي. تمام مع ان هي بتنطط الزمن عاده. اخر ورقتين في اليونت وابقى انا كده خلاص خلصت لك اليونت بكل تفاصيله. هقول لك لاحظ استخدام الروابط الزمنيه التاليه مع الماضي المستمر والماضي البسيط. ايه الروابط اللي استعملها هنا وايه الروابط اللي استعملها هنا؟ قال لي معاك مجموعه من الروابط زي وايل واز وجاست از وون. كل دول بيحبوا قوي يجي وراهم يا ماضي مستمر يا ماضي بسيط. ده انت بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن حاجه كانت حاصله مده لغايه ما قطعها حدث تاني. انتوا قاعدين معايا من سنه 5 ابتدائي و6 ابتدائي ف6 ابتدائي كنا بنقول ايه؟ انا كنت باكل وجبتي والجرس الباب رن. فدايما اسال الطالب واقول له انه واحد من الفعلين اخذ وقت اطول؟ كان دايما بيقول لي الاكل اطول من رنه الباب. فاللي اخذ مده اكتر واستمر اكتر هياخد ماضي مستمر، واللي اخذ وقت بسيط يا دوب حاجه بسيطه بتاخد ماضي بسيط. يعني هنا مفيش اي مفر من انك انت تربط الازمنه في دماغك باحساسك وبحدسك بالزمن كده. تمام كده تمام. قال لي بعد وين ممكن تحط ماضي بسيط او تحط ماضي مستمر. بعد كده نمره به في نفس النقطه نمره واحد عشان تعبر عن حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت في الماضي. وده من الاشكال اللي ما استعملناهوش كتير في سته ابتدائي. ان انا اقول ايه؟ when she was drawing a picture her sister was singing. يبقى معنى كده لما كانت بترسم اختها كانت بتغني. مش هينفع اختها تغني تقول ايه وبعدين تسكت. اكيد قعدت مده تعمل الفعل ده. وبرده الرسم مش هينفع يتقال عليه رسم الا لو استمرت مده في الفعل ده. معنى كده ان الزمنين هما ماضي مستمر. تمام طيب لاحظ ما يلي جيدا. وايل ومعاك بعد كده جمله كامله. وايل ممكن تحط بعدها فعل فيه اي ان جي مش اسم. ديورينج بياخد ناون او عباره عن جمله اسميه وليس فعلا في اي ان جي. الاخرانيه دي مهمه قوي ان دايما الاولاد يقول لك ديورينج يبقى احط فعل في اي ان جي. افتكر قاعده الاس والاس لما تكتر. لو معايا دز مش هينفع احط اس. برضو لو معاك ديورينج ما ينفعش تحط فعل في اي ان جي مش هينفع. طب احط ايه بعدها؟ حط ناون لو سمحت. تمام تمام. قال لي نمره 3 لابد ان يكون الفاعل موحد في الدا. اظن دي احنا قلناها كتير ودي فايده ان انا بقول لك ما تحفظ بس خليك مركز معايا في الساعتين اللي هم مش بيكملوا ساعتين يا شباب. لو وصلوا ساعه ونص يبقى حلو قوي. طيب لو معايا بعد وايل مفيش فاعل وبعديه فعل فيه اي ان جي يبقى هنا انا فهمت تماما ان الفاعلين هم نفس الفاعل موحد ما بين الجملتين. تمام طيب. قال لي while she was preparing lunch she cut her finger. كده نفس الفعل اظن شي هل دي نفس المعنى؟ while preparing lunch she cut her finger. هنا ملك هتقول لي cut في زمن ايه؟ في
زمن الماضي اللي هو جميل ماضي بسيط. ماضي بسيط. طب ليه يا ملك؟ عشان لو هي في المضارع كانت حطت لشي اس دي دايما بتعدي على اولاد، لان مفيش فرق ما بين الزمن هنا وهنا في الفعل ده لانه جامد كده. انت تمام. قال لي وايل احمد، هنا بيدي مثل تاني بنفس الوضع. بصي بقى لما بيقول لي وايل احمد was doing homework I went to bed، هنا الجمله مستحيل احط وايل واي ان جي لان كده انا لخبطت الدنيا. وايل دوينج هوم وورك اي ونت تو باد، هنا بقى الاثنين انا اللي عملتهم، هنا بقى الاثنين، فكده انت ما وصلتليش المعنى، فكده الجمله خاطئه تماما. خلي بالك من التفاصيل دي وحاول تفهم مخك انه احنا مش هنحفظ كل الكم المهول اللي ابله بتقوله، احنا عايزين نفهمه بس، وانا هرجع له مره واثنين وثلاثه لدرجه مش هتبقى محتاج تحفظه. عشان في ناس لما بتمسك كتاب المعاصر بتتعقد، بتقعد لغايه شهر خمسة وستة في اخر السنه هم في اول او ثاني يونت. ليه؟ عشان كل ما يجي يشتغل يقولك بس انا ما ذكرتش الحته دي كويس فيرجع تاني. لا انا بناشدكم بشويه قله ضمير مع المعاصر. يعني ايه قله ضمير؟ يعني يقول لمخك انا هفهم بس ما تقعدش تقلقني ان انا مش حافظ كل ده، انا مش حافظه. طب بس مش هتحفظه تخش الامتحان؟ هتخش الامتحان هتلاقي نفسك كينج، لان المعاصر بيعمل تفرعات كتير عشان تبقى مطمن، بس انا مش محتاج احفظ كل التفرعات دي، انا اعرفها وامارسها بس. افهم الكلام عشان كميه الانجليزي دي كلها ساعات بتعقد الناس. كل دي قواعد، كل دي قراءه، كل ده تسميع، مخك يقدر على اكتر من كده. طيب هرجع اكمل واقول لك اهو قايل نفس الكلام اللي انا بقوله اهو. بس يا ملك معنى مختلف، القارئ سيفهم انني ذهبت للنوم بينما كنت اقوم بعمل الواجب، وده مش المعنى المقصود. طيب قال لي ممكن تحطش بعد وين جمله كامله، ممكن تحطش بعد وين فعل في اي ان جي، ممكن تحطش اون اون وتجيبي بعده اسم او فعل في اي ان جي، بس عايزين نتفق مع بعض ان الفاعلين في الجمله هما نفس الفاعل، مفيش فاعلين، هي نفس الفاعل مكرر. لاحظ وين والفعل في عين نجيب يستخدم مع الأحداث المتكررة فقط كما في الأمثلة السابقة. وايل بيجي بعدها حرف جر ممكن وتحط بعده اسم عادي جدا. آخر جزء عشان نقول يونت واحد اتقفل يا جماعة الضمير، هو دي الكلمة هيقعد يكررها لي بقية السنة. خلي بالك كده ما تستخدمش أزمنة مستمرة مع أفعال تقريرية تملك إدراك مشاعر، استخدم مكانها إيه؟ أزمنة بسيطة. يا ترى ايه الازمنه البسيطه في اللغه الانجليزيه؟ انس لا هي مضارع بسيط ماضي بسيط. في حاجه اسمها مستوى بسيط ولا انا كده مستوى بسيط؟ ومضارع تام بسيط عادي مفيش مشكله. يبقى الاشكال البسيطه، الاشكال البسيطه في اللغه الانجليزيه اللي هي اي حاجه جنبها بسيط، مضارع بسيط، ماضي بسيط، وهكذا. طيب يبقى الافعال دي بقى هنبتدي نقراها مع بعض واقول لك feeling like love prefer want dislike hate enjoy wish wish etc. يعني في غيرهم، خلي بالك دي امثله. طب بالنسبه للسنس الحواس hear smell sound appear look see feel taste seem etc. يعني ايه etc؟ يعني اي فعل هيدول ان انا استعملت حاسه من حواسي الخمسه، لان في بعض الاولاد هيقول لك طب الحواس خمسه يبقى الافعال بتوعهم خمسه. لا، انت ممكن تدرك، ممكن تعرف، ممكن تشوف، ممكن تسمع، ممكن تحس، ممكن. فبالتالي اي فعل هيدل على انك استعملت حاسه من الحواس الخمسه يبقى دي افعال حواس. هيجي يقول لي كوميونيكيشن التواصل، اي افعال تدل على التواصل يا جماعه فهي افعال ما ينفعش تاخدي فيها زمن مستمر. طب والملكيه اللي هي هاف واون، دول ما ينفعش يبقوا في شكل الاستمرار. الادراك عندك realize know think believe imagine remember recognize forget understand mean. طبعا يا جماعه اللي مش معاه معنى كلمه من دول يصبر على نفسه يخش الجوجل. دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها، احنا كنا في الثانوي ايامنا في الثمانينات كانوا بيقولوا لنا معاك القاموس، قاموس الياس للجيل، فمعنى كده انا كنت بقعد افر القاموس كله، كنت ساعات ما الاقيش الكلمه. انت معاك الجوجل دلوقتي فما تكسلش. طيب هرجع بقول other state لافعال التقريريه الاخرى زي be و concern involve need belong depend matter و over. يا جماعة أنا خلصت يونت واحد، معنى كده أن أنا مش هفتحه تاني قبل بقية السنة؟ لا، هنشتغل فيه مرة واثنين وثلاثة، لأني لسه ما قريتلكش الأمثلة كلمة كلمة. أما هعمل لك برنامج المراجعة هتكتشف أن أنا بقرأ لك الأمثلة كلمة كلمة. طب ليه قبلها؟ لأن الامتحان بيجي من الأمثلة، الامتحان بيجي من الأمثلة اللي شارح بيها الدرس. يبقى أنت هتكتب معايا يا جماعة أول نقطة في الواجب، هكتب وأقول قواعد صاد. يبقى أنا عندي 45 46 وبعد كده هقول 48 49.
طبعا انا عارفة انه من غير امثلة، بس المثل اللي انت مش هتكتبه اقراه لو سمحت، لان الملاحظات الاضافية قايمة على شكل الامثلة اساسا. طيب هنقول نمرة 2 في الواجب، هقول سمع متلازمات لفظية صوت. انا عندي ورقتين في المتلازمات اللفظية في كل يونت، فانا عندي هنا صفحة 72 وبعدين هتلاقي نفسك كمان عندك صفحة 92. تعالوا نقرأ مع بعض، يلا بينا. قال لي يا ملك يحقق الريادة او يكون الاول في تحقيق انجاز. achieve first. فارستس. تمام. فارستس. تمام. يدرس في مدرسة. attend a school. ماشي. attend اسمه معناها يحضر، يعني هو كده حضر المدرسة. يقضي على الافكار النمطية والتحيز. ماشي يا ملك، دي ستيريوتايب. ماشي، دي ستيريوتايب. ماشي. هنقول يقضي على الافكار النمطية والتحيز يا ملك. break down stereotypes. لا، ستيريوتايب. ستيريوتايب and prejudices. بريجيدس. تمام. قال لي يلفت الانتباه لي. bring attention to. هتجيلك تاني، بتحبك يا ملك. يتحدى التحيز. defy prejudice. بريجيدس. تمام. يتمرد على الصورة النمطية. defy stereotype. يؤدي عمل. do a job. يمارس نشاط. do an activity. يقوم بالبحث. do some research. يمارس رياضة. do sports. يولد كهرباء. يواجه موقف صعب. have a difficulty. له أثر أو له تأثير. have an impact. يمنح الثقة. يبقى gives the confidence. يساهم فيه. make a contribution. تمام. يقرر. make a decision. decision. يلقي خطبة. make a speech. speech. A speech. يحقق مجد أو يصنع تاريخ. make history. يقوم بالعلاج الطبي. make medical treatment. يحصل على الدكتوراه. يبقى obtain a PhD أو doctor of philosophy. تمام. يحصل على مردود قوي. receive a big reaction. reaction. يحصل على منحة دراسية. يبقى receive a scholarship. يعترف بإسهامات فيه. recognize a contribution to. يتطلب قوة. require strength. strength. يفوز بمنحة دراسية. win a scholarship. يفوز بجائزة. win award. تمام. عندي بعد كده 92. يكون مصدر إلهام كبير، مصدر كبير للإلهام لي. be a big inspiration to. تمام. يوضح السبب. explain why. يحصل على درجات افضل. get a better grades. grades. تمام. يتسخ. get dirty. يخاصم ويقاطع. get cross with. ينفد صبره. get very impatient. يبرر. give a reason. give reasons. طيب. يقدم دعم. give support. يحدث. take place. يحصل على المركز الثالث. take third place. يتعرض لحادث. have an action. accident. يلقي كلمة أو خطبة. make a speech. يقوم بالتواصل البصري. make eye contact. contact. يحسن استغلال. make the best of. يطرح أفكار. present ideas. تمام. يطرح سؤال أو موضوع. raise a question. قال لي يعكس الصورة النمطية. reflect the stereotype. تمام. صح، انت يا صح. هقول معاك نمرة 3 يا جماعة في الواجب. هقول ايه؟ هقول لاحظ الفرق صوت. صوت 94 و95. يلا بينا نفتح مع بعض. لاحظ الفرق. طبعا الحاجات اللي انا بكتبها يا جماعه هي نقل، خلي بالنا، يعني احنا بننقلها في الكراسه. حتى لو انت حاسس انك في الاخر مش هتستعمل الكراسه دي، بس انت استعنت بدراعك على ان هو او بايدك على انك انت تثبت المعلومات مؤقتا. يلا بينا نقول patient كصفه هي صبور. طيب عندي بعد كده patient صبور. patience هو الصبر وهو اسم غير معدود. patient شخص مريض ودوت يتعدى عادي. عندي cross with فهو عنده مشكلة مع حد، لأنها هنا بقت صفة ومعناها غاضب من أو على خصام مع شخص. cross at أو cross about هو غاضب بسبب أو بسبب شيء أو تصرف معين. little هي ممكن تستخدمها قبل الاسم اللي ما بيتعدش، هيديلك معناها قليل من حاجة معينة، زي little petrol
يبقى كميه صغيره من البترول. كمان ممكن تستعملها قبل اسم جمع بمعنى صغير في الحجم او قليل الاهميه. فما تقول ليتل سانجس يبقى أشياء صغيرة أوي، أو little children يبقى أطفال صغيري السن أو صغيري الحجم. هرجع أقول بعد كده إزاي أقرأ أو أفهم نسبة الـ percentage اللي هي النسبة المئوية. عندك جملة الموازية ليها أو المرادف ليها، أما أقول 0% هو none of، تمام؟ أما أجي أقول 5% هو only a few أو a little of، 31% less than a third of، 48% هي nearly half the number أو amount of، 79% over 3 quarters، 96% the majority. خلي بالك إنه مكتوب الكلمات بالعربي، فمعنى كده إنه ساعات بيحب يحول النسبة المئوية للمفهوم أو المضمون بتاعها. عندي نمرة 4، سمع به ميم متلازمات لفظية صوت 16 و38. فانت هتجد نفسك سمعت يونت واحد بكل الحاجات بتاعته، والنهاردة مفروض انت هترجع معايا شفوي قواعد يونت واحد لسن واحد واثنين، فانت هتلاقي نفسك شغال في كل مكان في الكتاب. فانت مش محتاج غير انك انت تتابع النقط اللي انا بقولها والله. يعني انا بعد ما خلصت، قبل ما خلص يونت واحد وانا عامله برنامج مراجعة، فما تقلقش هتعرف قيمة ده امتى؟ قدام لما تلاقي نفسك مزنوق في الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضة والجيولوجيا والافلام دي كلها، وبعدين عندك المواد اللي بره المجموع اللي هم الحبة اللي قبل الامتحان دول يبقوا حلوين جدا. فهتلاقي نفسك بتقول الحمد لله ان الانجليزي مش كده، الحمد لله ان انا مش مزنوق زنقة دي في الانجليزي بسبب برنامج المراجعة اللي انا عاملاه معاك. طيب هقول لك نمرة 5، سمع به ميم المرة القادمة لسن 1 و2 من يونت 2 اللي هو هيبقى صفحة 67 و68. يبقى معنى كده ان انا اما بسمع القديم واكتب الجديد مش اخر مرة هلتقي بالكلمات دي يا جماعة. طيب عندي نمرة 6، تدريبات يونت 1 حل زائد تصحيح. يبقى انا النهاردة هنزل لك تصحيح تدريبات يونت 1 عشان ما يبقاش عندك اي عذر انك تقول انا بحل ومعيش الصح بتاعه، انا شغله وخلاص. لا، انا هديك التدريبات اصحاح التحية، حتى لو انت مش هتحل لو سمحت اقرا الحل. ايه رايك؟ يعني حاجه كويسه، اعتبر ان دوت من ضمن التمارين ان انت هتقرا السؤال وتخمن اجابته، وبعدين شوف التخمين ده بناء على النص بتاع الاجابه اللي انا منزله لك صح ولا غلط. خليها كانها لعبه كده. يبقى الحل ان شاء الله هنجده موجود في اخر الفيديو باذن الله. هفتح معاك قاعده صفحه 99. يبقى دي نقطه لوحدها. 7، اقرا قواعد. يبقى القواعد يا جماعه بتتقسم لكذا نقطه، نقط بتتنقل، فيبقى نمره 1 هتكتب نقل القواعد اللي انت محتاجها، نمره 1 تنقلها. طب نمره 7 فاقرا القواعد، لا انت هتقراها كانك بتقرا جرايد بالظبط. هبتدي اقول لك ان يونت 2 ليسن 3 و4، عايز يتكلم على صفات المقارنه والتفضيل. دي من ضمن الدروس اللي خدتها من 5 ابتدائي. اللي هي ايه؟ اول حاجه يعني ايه صفه يا جماعه؟ هي كلمه بتوصف اسم. يعني ايه صفه يا ناس؟ هي كلمه بتوصف اسم. الاسماء او الصفه بتوضع فين يا جماعه؟ عاده او الطبيعي في اللغه الانجليزيه ان انا احط الاسم قبل الموصوف. فهبتدي اقول لك ديجيتال كاميرا، مع ان لما ترجمها بالعربي هتبقى ايه؟ كاميرا رقمية، فالصفة جاية بعد الموصوف. لا، في الانجليزي العكس. نمرة 2، الصفة بتيجي بعد الافعال التقريرية يا جماعة. يعني ايه؟ يعني لما باجي اقول ندى is cheerful، هنا is ده verb to be، ومع ذلك هو حاطط الصفة بعديه، يبقى هو مش بيتعامل معاه انه فعل. خلي بالك، look miserable يعني يبدو بهيئة مزرية، feels soft المسها ناعم. نمرة 3، في صفات ما بتستخدمش قبل الاسم مطلقا، ودي كنا تعرضنا لها في السنين اللي فاتت، زي afraid و awake، asleep و alone و alive. الحاجات دي رغم انها صفات لكن بتيجي بعد الاسماء مش قبلها. baby that was asleep، ما بتقولش the asleep boy، ما بتستعملهاش بالشكل ده. نمرة 4، في صفات او الصفات بتستخدم بعد الضمائر غير المحددة التالية، من اما لاي someone، anyone، everyone، no one، somebody، anybody، everybody، وهكذا، اللي هي عادة one، body، think، where، الاربعة دول بحط الصفة بعدها، مع ان الابلة قايله لي لا ده انا بجيب الصفة الاول وبعدين الاسم. طب ما ده اسم يا ابلة. بس دي تعتبر ضمير غير محدد، فبتحطه الاول وتحط بعديه ايه؟ الصفة بتاعتك. نمرة 5، غالبا يتم استخدام التصريف الثالث للفعل كصفة. في الحالة دي ما ينفعش ان هو يبقى له صيغة مقارنة او تفضيل،
يبقى معنى كده ستالين كصفه هي تصريف تالت، ستيل ستال ستالين. يبقى معنى كده انك انت دي ما ينفعش تعمل منها بقى ايه ار زين وزي وبعد الصفه اي اس تي، مش هينفع. دي شكل من اشكال الصفات اللي ما ينفعش تيجي فيها لا مقارنه ولا تفضيل. نمره 6، الصفه المنتهيه بالاي دي تعني شاعر بالصفه او يعاني منها، لكن الصفه اللي فيها اي ان جي معناها ان هي سبب الصفه. يعني اما اجي اقول اي ام بورد انا زهقان، انت كده صح، لكن اما اجي اقول اي ام بورينج انا كده ممل، انا اللي ممل. فهمت في الترجمه ان الاي ان جي بتديني ان ده سبب الصفه اللي انا قاعد فيها، لكن الاي دي انا اللي حاسس بالصفه دي. خلي بالك لان كل ما بتكبر في السنين كل ما بيبقى احساسك باللغه هو اللي قائم في حل الامتحان بتاعك. قال لي في حاجه بس اسمها صفات قويه اللي هي اكستريم ادجكتيف، هي صفات ليها معنى قوي، يعني مش فيري لكن بتقول ايه اكسلنت، يعني مش بتقول لحاجه فيري مثلا، انت بتقول حاجه اعلى من فيري. تستخدم ظروف الدرجه الثانيه او التاليه قبل الصفات القويه، يعني ما اقولش very excellent يا جماعة، لكن اقول ايه؟ اقول absolutely excellent. ساعتها مش هينفع نقول very furious لكن utterly furious. قال لي الصفات المطلقة بقى هي صفات ليها معنى مطلق يا جماعة، يعني اما موجودة اما مش موجودة. فمش هينفع تقول مثلا ايه ان فلان ميت اكتر من فلان، او فلان اساسي اكتر من فلان، او ان القطعة دي متجمدة بشكل اكتر من القطعة اللي جنبها. ففي بعض الصفات ما ينفعش ان انت تقارن فيها. وخلي بالك ان في درس كامل عندك في منهج في اللغة العربية في افعل التفضيل، وان في حاجات يمتنع تماما انك انت تجيب منها صيغة تفضيلية. فالنقطة دي مشتركة ما بين العربي الانجليزي. هتلاقي داد وبيرفكت ومين وديجيتال وفاينل وفريزنج امبتي وكمبليت ويونيك، كل الكلام ده مفهوش صفة تفضيلية او مقارنة، مش هتعرف تعمل كده. قال لي لا تستخدم اي ظرف درجة قبل الصفات المطلقة، يعني لا زي ما احنا لسه قايلين مفيش اكستريملي داد، مفيش تمام. غالبا لا يمكن ان تستخدم الصفات المطلقة في المقارنة والتفضيل، ده نفس الكلام ما ينفعش هو فلان اموت من فلان، او القطعة دي متجمدة اكتر من القطعة دي. يبقى معنى كده ان انا معايا قراءة لصفحة 99 و100 يا جماعة، ودوت بيبين ليه انا بقرأ، لاني انا مثلا النهاردة عليا نقل قواعد لسه بقيت قواعد يونت 1، في حين ان انا اخدت المرة اللي فاتت النص الاول من قواعد يونت 2 ودلوقتي دخلت في النص التاني. فقرأتي هتخليني شايف القاعدة مرة واتنين قبل ما اكتبها، فاما اجي اكتبها لا هحس انها كأنها قاعدة قديمة. هو ليه الكلام ده كأنه متكرر؟ هو دي الحالة اللي أنا عايزاها، إنك منين ما تتعامل مع الإنجليزي تحس إن هو ظاهرة ديجي فو. أنا شفت الكلام ده قبل كده فين؟ هو ده اللي أنا عايزاه منك، إنك من كتر ما بتلح عليه بدماغك، تلح على الصفحات اللي بتقرأ كذا مرة، هتحس إن الموضوع فيه تكرار ممل. أنا هنا جاية عشان أحسسك بالملل في اللغة الإنجليزية. حضرتك بتقولي كلام قديم، بتقولي كلام مفهوم، كلام اتقال قبل كده، هو ده اللي أنا عايزاه. انا عايزه الملل ده، مش عايزه ان ده صعب وان ده اول مره اشوفه، انا ما كنتش اتخيل الانجليزي كده، لا انا عايزه الحاله الاولانيه. تعالى دلوقتي نبتدي نقرا صفحه 42. عندي ناريتور سو موفينج اون وات اكزاكتلي از بايس، فيرست اوف اول ليتس لوك ات بايس باي اوميشن. هنا هيناقش مفهوم التحيز، يعني ايه تحيز؟ فاول حاجه هيبص على التحيز عن طريق الحذف او الاغفال. This means leaving something out، ده معنى ان انت بتستبعد او بتغفل شيء معين. For example a fact of or a quote، يبقى انت هتشيل حقيقه او اقتباس على لسان حد. Which maybe doesn't support the writer's point of view، طب انت شلته ليه يا انس؟ شلته عشان هو مش بيدعم وجهه نظر الكاتب، فانا هشيله عشان لو قلته هيبقى وجهه نظر الكاتب ضعيفه فانا هشيلها. فانا كده بعمل عمليه بايز، بعمل عمليه تحيز. Let's look at some example. هيديني مثلا، قال لي imagine هبه over here every morning checks the same website to read the news. هنا هيجيب لي ان انا هتخيل شخصيه ولتسمى هبه. هبه دي بتحاول ان هي كل يوم بتحاول تراجع او تطالع نفس المواقع الالكترونيه اللي بتقرا فيها الاخبار.
She likes the way the articles are written and feels that she is getting good information. هي ده إحساسها، خلي بالك. هي بتحب طريقة كتابة المقالات اللي هي بتقراها، بتحب طريقة الكتابة بتاعتها والمشاعر اللي فيها. هي كمان بتحصل على معلومات جيدة. But one day her friend، في يوم بقى صديقتها مروة، صديقتها مروة overhear recommends a different news site. تقول لها خلي بالك في موقع كده بصي على الأخبار بتاعه. When Hiba looks at this she sees completely different news stories with a very different point of view. لما راحت هناك لقيت نفس الأخبار اللي كانت بتقراها هناك، بس بتقراها هنا بس بشكل مختلف، القصص بتاعتها مختلف. Let's say on Hiba's website there is a big story about how angry people are that a local factory is about to close. قصة مختلفة زي ايه؟ ان موجود مثلا مصنع كبير وازاي الناس غضبانة قدام المصنع دوت، مصنع محلي لانه على وشك انه يغلق. Mara's website has the same story but it doesn't mention that anyone is angry. يبقى الويب سايت بتاع مروة اللي هي قالت لها ري في نفس القصة، بس مفيش اي اخبار ان في حد متضايق. هي في صورة فيها ناس واقفة بس محدش متضايق. The writer has omitted this information to make us feel differently about the story. يبقى هو شال الوضع في المكان المحدد او التموضع ده شاله عشان ايه؟ عشان يديني القصة باحساس مختلف تماما. The second type of bias might be placement. ساعات ممكن يبقى ايه؟ ان انا اعمل تموضع معين او وضعية معينة. On Hiba's website the story is at the top of the page with a big photo and large text. يبقى من ضمن الحاجات ان انا احط الكلام في وضع معين، في مثلا في جورنال من الجرايد او موقع الكتروني احطه لك في اول الصفحة بخط كبير، فده هيديك انطباع ملوش علاقة بان انا لو عملت خبر صغير في اخر الصفحة بخط صغير، ده هيحسسك ان ده مش مهم، في حين ان التصدر الصفحة هيديني احساس بالاهمية. These gives the impression that it is important story. اكيد الوضعية الاولانية بتديكي ان ده مهم. But on Marwa's website the story is very short on the third page and very low down on the page where people might not see it. يبقى الناحية التانية حطيتها في حتة ممكن الناس ما تشوفش الكلام ده من كتر ما هو صغيرة ومهمشة. The third type of bias، يبقى اداني تلات أنماط للتحيز في المقالة دي. أول تحيز هو تحيز بالاستبعاد، تاني تحيز هو تحيز بالتموضع أو وضعية الخبر، تالت تحيز هو easy space إن أنا لفق وحور معك. The writer tries to make the reader feel the same way they do about a topic. يبقى هنا الكاتب بيحاول انه يخلي القراء بتاعه يحسوا بنفس الطريقة اللي هو حاسسها في الموضوع. And doesn't present a balanced point of view. مش بيحاول يعرض لك اي وجهات نظر متوازنة يا جماعة. They do this by choosing certain words. يبقى هيختار كلمات محددة. For example, argued the factory manager instead of agree the factory manager. هيحط كلمات مكان كلمات زي ايه؟ زي ان هو بدل ما تحط ان هو بيجادل، لا هقول لك ده بيتفق معي. Secondly they choose to include certain information and leave other information out. يبقى انت هتاخد مجموعة معلومات معينة وهتستبعد معلومات تانية، ده طبعا بتعمله بالقصد خلي بالك. Thirdly they give only one point of view. In other example the journalist gives the reaction of the staff in the factory. يبقى عندي مثل تاني ان الصحفي هيدي لك الرياكشن. الرياكشن اللي هو ايه؟ رد الفعل. رد الفعل بتاع ايه؟ بتاع الستاف اللي هو هيئة الايه؟ العاملين في المصنع. But not the manager. بس مش الايه؟ المديرين. It misled the reader into thinking it is a bad thing. اكيد دوت هيضللك وهيخليك تفكر ان ده شيء سيء. On the other hand، في الناحية التانية، in Marwa's story it is presented as a good thing. هناك بقى في المكان بتاعها الويب سايت بتاعها هو متقدم ده على اساس انه حاجه حلوه. It mentions that there is a lot of pollution caused by the factory. شفت بقى هناك عملنا ايه؟ المصنع بيعمل تلوث يا جماعه فلازم نقفله، في حين انك لو اخذت العمال هيقولوا لك كده عيشنا اتقطع، في حين لو اخذت المديرين هيقولوا لك المصنع اتقفل لان كان في خسائر عليه. فممكن اقدم لك نفس النقطه من كذا ناحيه ووصلك لكذا وجهة نظر.
خلاص. The journalist is in this case is trying to. تعالى نحل مع بعض صفحة 64 اللي هو الاختبار الخاص بيونت واحد. انا هحاول اخد معاك الترانسليشن اللي هو choose the correct Arabic translation from A, B, C or D. يبقى هنا هحاول ان انا امشي بنظام الاستبعاد، ان انا استبعد الترجمة اللي مش صحيحة. Number 31 بيقول لي a civilized society should treat its elderly members well even if it is multicultural. طيب يلا بينا نقول انا محل السؤال ده ازاي. انا بمشي على الترجمة بطول وبتوقف عند المختلف، فانا عندي المجتمع المتحضر في 3، يبقى انا هبص على سي عشان لو مش صح هستبعدها. كده احنا فهمنا عشان نستغل الوقت بتاع الامتحان اوفق استغلال، ما اخدش جمله جمله واقارنها، لان ممكن يبقى معايا مالتي كليتشرال يعني مش معايا معناها مثلا، فساعتها انا نفسي واقفه مش عارفه. طيب قال لي نمره سي انس بيقول لي ويجب على المجتمع المتحضر ان يعالج كبار السن جيدا رغم تعدد الثقافات. هل هي في يعالج؟ لا ومفيش كبار سن. لا في elderly members مفيش عالج. بس مش كبار سن، اعضاء القدامى المفروض. طيب يعني انت هتستبعد سي؟ اه. يبقى انا كده ارتحت من واحده. يلا نكمل. ايه تاني مختلف؟ قال لي نمره بي ودي في يجب. نمره ايه فيها ينبغي؟ هل هي ينبغي ولا يجب؟ شد ما مش يجب، هو ينبغي. ينبغي. يبقى انا حسيت اقرب حاجه ايه، يبقى نمره ايه هبتدي ابص عليها واشوف. قال لي المجتمع المتحضر ينبغي عليه ان يعامل كبار السن معامله جيده حتى لو كان مجتمع متعدد الثقافات. هل ده اقرب شيء للترجمه اللي عندي؟ انا ممبرز هتبقى الاعضاء القدامى او لا، بس هو ده كان مجتمع فكبار السن ممكن تبقى صح. يبقى انا هعمل علامه على نمره ايه وابص على بقيه الاختيارات بسرعه. انا استبعدت خلاص سي. هقول لك المجتمع المتحضر يجب، المجتمع المتحضر هو الذي يبقى معنى كده ان يجب اقرب. تعال نكمل. يجب ان يراعي في تعامل الاعضاء القدماء، ينبغي عليه حتى لو كان متعدد الثقافات. المجتمع المتحضر هو الذي ينبغي على يجب عليه ان يتعامل مع صغار السن. كده انا شلت كمان دي. كده انت معايا ملك؟ اه. قطعا سي ودي مش معايا. كده الحوار ما بين ايه وبي. طيب يبقى انا كده اخترت نمبر اي. قال لي نمره 32 يا ملك. One of the current reform programs is to stimulate investment in the industrial sector. أنا لقيت في كل الاختيارات أحد البرامج الإصلاح الحالية. أيوة. كل الحالية. وعندي ثلاثة تحفيز. معادة واحدة نمرة سي زيادة. يبقى أنا هبص على reform. هل هي تحفيز ولا زيادة؟ ممكن أكون مش عارف. تحفيز. يبقى انا هشيل سي مؤقتا، ممكن نرجع نحطها تاني عادي. طيب هرجع بعد كده واقول لك كله تحفيز في ايدي وعندي الاستثمار كله وعندي في القطاع الصناعي، في مجال الصناعه في المجال الصناعي. يبقى انا عايز اعرف في القطاع الصناعي ولا في مجال الصناعه. ديستريشن في المجال في القطاع. ثواني حضرتك انا بقول في المجال. في بص حضرتك ممكن احنا شلنا سي وقلنا بيه لا احد البرامج. يا جماعه الصناعه اندستري على طول، هي مش صناعه ديت الصناعي. ماشي. يبقى معنى كده ان كلمه الصناعه نمبر بي مش معايا. يبقى معنى كده كلمه مجال ولا قطاع، هي دي بقى اللي هرجع لها تاني. ماشي. احد برامج، هل هي احد برامج؟ احد برامج الاصلاح الحاليه تحفيز الاستثمار في المجال الصناعي ولا في المجال اصلاح واحده تغيير. ما هي بي احنا استبعدناها خلاص. ماشي. ايه التغيير الحاليه. لا ما احنا مستبعدينها دي. تمام. يبقى يا ايه يا اما دي. ها حضرتك هو المجال هيبقى فيلد المفروض، فهو تقريبا القطاع. هتختارها نمره ايه؟ حساس. وانت يا ملك دي ايه؟ يبقى 31 ايه ونمره 32 ايه. تمام خلي بالك، يبقى انت في القطاع الصناعي. ان المجال هيبقى فيلد. طيب يلا بينا نكمل مع بعض ونقول يرتكب البعض خطأ كبير ببحثهم عن الشهرة لاعتقادهم بأنها سبب السعادة. الطريقة اللي أنا بقولك عليها هتريحك والله، لأنك أنت لو ماشي بالطريقة القديمة جملة جملة من أولها لآخرها هتاخد وقت ما لا نهائي، فامشي بالطول كده واستبعد. ميك في واحدة ميك وفي واحدة كومات وفي ميد وفي كومات. يبقى أنا لازم أخلي ميد هشيلها.
ان هما مش هيصنعوا يعني ان هي لسه بيرتكب مش ارتكب ميد ابيك ابيك ميستيك يعني حاسه ان هي ده بيقول لك هما ارتكبوا يبقى انت ضعفت سي خلاص احنا ضعفنا سي عندي كومنت ولا ميك ثواني ممكن نشوف فيها دي خلاص ماشي ابيك ميستيك برضو الاثنين باي لوكينج اب هنا بقى لوك معاها حرف ضر فور اب فور فور هاي لوكينج اب فام لوكينج فور يبحث عن ده لوكينج اب يعني يعتني بص في القاموس لوك اب مدور على كلمه القاموس بس يبقى دي غلط ما انا كنت واضح استبعد يبقى انا عندي نمره بي كمان استبعدتها طيب ايه او دي فور فيم بيكوز هنا قال لي ايه نمره ايه بيكوز نمره دي ثينكينج ذات because they think that it is the cause of happiness that it is the cause of happiness كده يبقى الاثنين ما بينهم ايه بحث عن اشياء اعتقادهم الاثنين ما بينهم منافسه جامده فانت قول لي بقى هل هي ميك ا بيج ميستيك ولا كوميت بيج ميستيك لا انا حضرتك انا بقول دي مش دي ان هو ما قالش لانهم هو قال لي لاعتقادهم فثينكينج ذات يبقى انت رشحت نمبر دي وانت يا ملك 33 اي مش قبلي سام بيبل ميك ا بيج ميستيك هو مسك هو مسك يرتكب ميك ا بيج هو استعمل اللفظ الاصلي القريب لللفظ يرتكب كوميت يعني يتورط فيه يا جماعه يبقى يرتكب بالبعض خطأ كبير ببحثهم عن الشهرة لاعتقادهم بأنها سبب للسعادة Some people make a big mistake by looking for fame وأنا أخدت هنا كده كلمة معايا وهي فين شهرة Because they think that it is the cause of happiness تمام؟ تمام كده أنا حليت ثلاث نقط طبعا مش هحل الرابعة لأن احنا عرفنا طب في حضرتك في قصة احنا أول شابتر أخدناه ممكن نحب نجرب Dickens shoots the main character beep to narrator the never. لا نمرة 35 بقى. ماشي. If you lead Dickens employment of narrator of two. Of nature. يعني هو بيقول لك عامل الطبيعة. ناقش ان ديكنز مستخدم الطبيعة ك. وظف الطبيعة. عشان يعكس مشاعر البطل اللي هو بيب الداخلية. في بداية القصة احنا ممكن نقول عندما استخدم بعض الظاهرة للتعبير عن اسمه ده الصقيع او واستعمل الضباب على اسمه ده للتعبير عن الحزن بصوا يا جماعة انا لما باجي احل اسئلة القصة بيهمني انك تبقى فاهم العربي والانجليزي بتاعه لان النقطة اللي بتضيع السؤال دوت ان انا مبقاش فاهم نعم عشان ده مش نمط موجود كان عندي في السنة دي يعني ده هيبقى موجود عند السنة دي عشان كده بقول لك كتير فعشان كده بس يعني شويه ان شاء الله ممكن تبقى احسن من كده قال لي ديكنز يا ديكنز يا ملك شوز ذا مين كاركتر بيب تو ناريت ذا نوفل هاو داز ذيس هيلب ذا رايتر جيف تو بوينتس يبقى هو اختار ان الشخصيه الرئيسيه تبقى بيب طب ازاي ده ساعد الكاتب لا ثواني اختار الشخصيه بيب ان هي اللي تحكي نارتر ان هي تبقى الروم ده ساعده ازاي في القصه هاتي سببين هيساعد ازاي ان بيب هو اللي خلاه هيساعد الكاتب ازاي يساعد الكاتب في القصه ان ده يبقى الروم هي مثلا هو ده اللي كان اللي هو عمل ريفلكت على الانر مود لبيب عرف يتكلم عن نفسه كويس جدا تاني حاجه خلينا نصدق السؤال ده احنا قلناه بالنص قلناه بالنص يا جماعه تعالوا بقى نقول مع بعض قراءه الى ما لا نهايه هكرر تاني يا جماعه ان انا لما بقرا ما بقراش بترتيب نصوص الكتاب عشان ما احسش بالملل ان القراءه عندي كتير تعال نقرا مع بعض يا انس صفحه 78 واقول لك يا ملك انه الانترفيور بيقول لك هاو لونج هاد يو بين بلاينج تنس وين يو بلايد يور فيرست بروفيشنال ماتش يبقى بيسالك يا ترى المده اللي انت كنت بتلعبي فيها تنس في الوقت اللي انت كنت بتمارسي احترافك لاول مره او الماتش بتاع الاحتراف لاول مره الملعب الترابي قبل ما تلعب نعم يعني نعم هو مترجمها نمره 3 ملعب ترابي هو ادرى بقى ما هو كلاين صلصال مش بس هتلعب في ملعب صلصال ليه
قبل ما تلعب في بطولة فرنسا المفتوحة. تمام، يبقى اقول له no it was the first time I would have I would played on a clay court. على فكرة دي مش وود يا أنس. عارف ليه مش وود؟ عشان وراها تصفتين. عارف لو وود هيبقى بعدها ايه؟ مصدر. يبقى ما اقولش I would. I'd اسهل. I have played on a clay court in a professional match. تمام، هرجع اكمله وما اقول لي كمان. Did you think you were going to win the match against her. هل تفتكري يا ملك ان احنا انك انت هتفوزي قصاد في مباراتك ضد البلد دي؟ No, to be honest, before the match I hadn't been hitting the ball very well. The courts were fast and it was difficult. But little by little I had been playing better and by the time I played here I felt confident. حلوة. وبقى لك لأ لو حصدقك في القول قبل الماتش على طول كان ضرب الكورة مش حلو قوي لأنه الملعب فيه بعض المشاكل والوضع صعب شوية، لكن حبة بحبة أنا ابتديت ألعب بشكل أفضل ومع الوقت أنا لعبت هنا بشكل ايه، لعبت بشكل فيه شوية من الثقة. هقول لك القطعة الأخيرة وكأننا خلصنا روت دينا إحساس بوزيتيف يعني. In 2021 Fatma was 21. يبقى أنا في السنة دي كان فاطمة عندها كده. Before this time Fatma had been playing top handball for many years. Before she went to university Fatma had already played for the Egyptian youth team, the under 18th. And before she graduated she had played for the junior team, the under 20th. She became one of the best women handball player in the country. In 2021, Egypt didn't have a handball team for player over 21. When we spoke to Fatma, she said that in the past, the country had sent a lot of money on the men's handball team, which helped it to become very successful. She hoped that the sports organizers would spend money on a woman's team in the future. She also pointed out that in the past women had been very successful in other sports such as Hadia Malak and Sara Ahmed who won medal at the 2016 Olympics. She said there was no reason woman handball player could not do extremely well too. Let's hope that soon her dream will come true and that there will be an international Egyptian handball team for women over 21. We are sure that they will be very successful. طبعا السياق والكلام بتاع القطعة سهلة. هي متضايقة ان مفيش دعم مالي ومفيش لعب لفريق السيدات فوق 22 سنة للهاندبول، فهي عايزة دوت يكون موجود. هرجع اقول لك الصفحة اللي قبلها وهي صفحة 77. فهقول لك ايه يا أنس؟ هقول لك دكتور تهاني أمير grew up in ايه بقى دي يعني؟ suburb of Cairo. Her love of engineering started while she was watching her father repair a car engine when she was young. يبقى معنى كده امتى بقى غرامها بالهندسه يا ملك بدا؟ لما شافت ايه يا حبيبتي؟ انت عشان كده هو بيصلح محرك العربيه. فحست ان هي وقعت في غرام المحركات. Although she thought she would study medicine at university. يبقى هي كانت بتعتقد في نفسها انها ايه؟ هتتعلم طب في كليه الطب. She then married when she was 17. يبقى في السن دوت خلاص تزوجت. And moved to the USA in وداني سنة. يبقى راحت كمان الولايات المتحدة الأمريكية. Also she didn't speak any English at the time. يبقى راحت بلد هي ما بتعرفش تتكلم لغة وما كانش بتتكلم إنجليزي. This didn't stop her from doing well in math and she got top grades in her exam. اوكي.
كانت بتحصل على اعلى الدرجات في امتحانات الرياضه، لان الرياضه مش محتاجه لغه يا جماعه، من الحاجات الجميله يعني. قال لي she took a 2-year degree in science while she was bringing up whom bringing up 2 young children. في الوقت اللي كانت بتربي طفلين هي كانت بتدرس ايه؟ الرياضيات. انتوا ما عندكمش اطفال في ثالثه ثانوي، ما عندكمش مسؤوليات، ومع ذلك ساعتين ان انا اقعد ساعتين مع درس اللغه الانجليزيه ده تقيل. مش رياضه حضرتك طبعا مش هنقدر ننسى ان احنا في قناه بنذاكر مع ماما، فدي ماما يعني، دي ماما اللي دايما ما تنساش ان هي تقطمنا كده واحنا بندرس. تمام. طيب. هي كانت بتربي 2 من الاطفال في الوقت اللي كانت بتدرس فيه رياضيات، وما كانش معاها لغه انجليزيه اساسا، وكانت عايشه في USA. And then took a higher degree in engineering. وصلت فعلا لدرجات عالية في الهندسة. إن والتاني سنة she got a master degree in aerospace engineering. هي كمان وصلت لدرجة درجة الماجستير في الهندسة الفضائية يا جماعة. And another qualification in engineering. كمان وصلت لمؤهلات تانية في الهندسة. After that it is easy to understand why she believes that education is the key to opportunity. اكيد ده يفهمنا اعتقادها في ان ايه، التعليم هو المفتاح للفرص العظيمه. After she moved to the USA she was determined to work for the National Aeronautics and Space Administration NASA and she did some work for them while she was at college. This gave her the experience she needed to get a full-time job there. أكيد طبعا كل ده ادها ايه؟ ادها خبرة انها توصل لشغلاء عمل بكامل بدوام كامل. She became a manager at NASA in 2012. Since 2016 she was working for NASA's تكنولوجي ديبارتمنت. طبعا الناسا تكنولوجي ديبارتمنت انا بتكلم على قسم التكنولوجيا في ناسا. During her time there she was helping to program computers and test wind tunnels. وكمان ان هي تعمل ايه؟ تعمل اختبارات لانفاق الرياح. She invented ابتدت تخترع a new device جهاز جديد لايه؟ and help solve real life problem. ان هو الجهاز دوت يقدر يحل مشاكل حياتيه حقيقيه في الحياه. She now reviews NASA's space mission. هي دلوقتي بتعمل مراجعات للمهمات اللي بتقوم بيها ناسا. While living in the اظن ده باين ان احنا بنتكلم على نفس الايه، الشخصية. خلي بالك يا ملك اما قلت while leaving هنا الفاعل في ing بعد while، يبقى مين الفاعل؟ دكتور تهاني. هي while leaving in the USA دكتور تهاني عمر has also done a lot of volunteering for the community. عملت اعمال تطوعية كتيرة للمجتمع. She helps at after school science club, teach Arabic and Islamic studies to young children and also works hard to help other women become successful in their career. دكتور تهاني عمر's work has contributed to the increase in the number of women who work at NASA today. Around 30% of people who work for NASA are female. الست وصلت لمرحلة ان هي كانت من ضمن الدعامات اللي خلت 30% من اللي شغالين في ناسا من النساء. هرجع أقرأ صفحة 76 وهقول people who inspire firsts for Egypt Egyptian women. يبقى أنا بتكلم على ناس مالهم بقى inspire الهم السابقين أو الأوائل من ستات مصر. This week we are celebrating two remarkable Egyptian woman who broke down stereotype and prejudice demonstrating that woman's place in society is important and countries to grow. Demonstrating التظاهر. عندي الدنيا السنة اللي اتولدت فيها
تمام. يبقى أنا عندي شخصية هيلانا سيدرس ديت، اتولدت في السنة اللي معانا ديت، والإدوكيشن لندن ميديكال سكول. وهيلانا was the first Egyptian woman to become a doctor in modern Egypt, and scholars believe that she was the first Arab woman to be a doctor too. She was born in Tanta and was sent to London في السنة ديت in to study mathematics with five other Egyptian students. However, while she was there, she decided to study medicine. هنخلي بالنا ان الشخصية ديت كانت هتدرس ماثيماتيك فدرست طب، اما الشخصية التانية بتاعة الدكتورة تهاني كانت هتدرس طب وتحولت دي تهاني، لكن دي هيلانا. ايوه دي هيلانا. انا بتكلم بقى على ان الاثنين حصل لهم ايه، شيفت كارير، يعني غيروا اتجاههم خالص. يعني كانت معانا دكتور تهاني من شوية كانت قررت انها تدرس، كان مفروض انها تدرس طب فدرست هندسة، دي كان مفروض انها رايحة تدرس ماثيماتيك فدرست طب. تمام تمام. She decided to study medicine instead. She was concentrated, بس هي considered one of the first medical students to study in England. يبقى معنى كده انها عملت ايه؟ فاعتبرت واحدة من اوائل الطلاب اللي درسوا الطب في انجلند. In وداني سنة after going through many obstacles, she qualified as a doctor and returned to Egypt where she opened a private clinic for women. She was treating patients until she was 70 years old. After retiring, she started writing and translating stories for children. يبقى الست قعدت تشتغل لغاية ما بقى عندها سنة. هنا أيمن بيقول لك يا أنس، What did you think of the character in What Katie Did؟ هاني هنا بنتناقش في قصة وهي اسمها What Katie Did. بقول له Well Ayman, I didn't like her her aunt. I didn't like her aunt. She was always getting cross with Katie. يبقى أيمن كانت غضبانة من كيتي. هرجع أقول لك يا ملك، She was right to be cross with her. Before her accident, Katie was very naughty. يبقى قبل الحادثة دي كانت كيتي دايما مشاغبة، فهي عندها حق تبقى متعارضة معاها. I don't think she was naughty. She just liked to have fun. يبقى هي كانت طفلة بتحب المرح، ما كانتش مشاكسة. Yes, Hani, but she was unkind to her brother and sister. They were always arguing with her. يبقى دايما كانوا بيتخانقوا معاها، فهي ما كانتش لطيفة معاهم. تمام. يبقى هقول True, but I felt sorry for her after the accident. I would be. تمام. I would be grumpy if I was unable to walk. Grumpy يعني غير. أكتر إيه؟ تأفف. تمام. قال له تمام، هي ما كانتش عطوفة لإخواتها وأخواتها وهم أولا. قال له صح، وأنا حسيت بالأسف عليها بعد الحادثة. أنا لو كنت مكانها كنت هبقى أكثر تأفف لو أنا كنت عاجز عن المشي. هيبتدي أيمن يقول له I liked Helen so she was much better natured than Kitty even so she was disabled. يبقى هنا هو حب شخصية هيلين أكثر على الرغم من إن هي برضو كانت غير مستطيعة للحركة، لكن أكثر كانت أفضل في الطبيعة بتاعتها. اللي عليه الدور. I agree she was the kindest person in the story. يبقى هو بيتفق كمان معاها لانه هي ما كانتش هي الشخصيه ديت هي كانت اكتر شخصيه عطوفه في القصه، وهي علمت كيتي انها تبقى اكتر صبر. يلا بينا نقول مع بعض القصه. هنا في بدايه الشابتر يا جماعه في معايا مجموعه من الكلمات، اللي هيلاقي ان في منها كلمه جديده يحاول ان هو يكتبها مرتين. معنى كده ان الجزء دوت انا مش هسمع القديم بقى، خلاص مش هسمع القديم، انا هاخد الجديد بس مرتين. خلاص كده يا جماعه. تمام. يبقى اكتب الكلمات الجديده فقط. خلاص تمام. يبقى انت هتكتبيها كده عشان تبقى اوضح. فانا معاكي. يلا بينا نسمي. هي الشابتر كله صغير وبصراحه هو جميل، يعني مش صغير بس هي القصه مكتوبه بشكل كويس احسن القصه اللي فاتت. طيب الحمد لله ان هي لغايه دلوقتي ماشيه معاكم كويس. قال لي شابتر 2 ذا سولجر ران انتو ذا مارشز اند وي سو تو مين.
يبقى معنى كده ان الجنود دخلوا بالفعل في المستنقعات وابتدوا يلاقوا ايه كلهم شافوا اتنين رجاله زي وير فايتنج اند كفرد ان مود يبقى كانوا بيتخانقوا ومتغطيين بالطينه ذا سولجرز بول ذم اواي فروم ايتش اذر يبقى ابتدوا يبعدوهم ويسحبوهم عن بعض ان ذا لايت اوف ذا سولجرز توشز يبقى كده في الاضاءه بتاعت الكشاف بتاع البوليس او الجنود I saw the man that I had helped كده معايا بيب ابتدى يرى الراجل اللي كان بيساعده I wanted to say I didn't tell the soldier where to find you but all I could do was shake my head يبقى هو كان عايز يقول له ايه انا مش بلغت عنك بس كل اللي عرف يعمله ان هو كان بيهز راسه عشان يقول له انا ما بلغتش برضه He gave me a long strange look اداله نظرة طويلة غريبة which I will never forget طبعا لانه طفل فمش هينسى النظرة دي ابدا لانه ما فهمهاش I have something to say he said it was me I stole the food from the blacksmith's house this morning يبقى كده الحرامي ابتدى يقول ايه انا اللي سرقت في حاجة انا عايزة اقولها انا اللي سرقت الاكل من منزل الحداد النهارده الصبح يبقى هو بيبرر الولد الصغير رغم ان احنا عارفين في القصه ان الولد الصغير هو اللي راح اداله الاكل He looked at Joe and added I am sorry that I ate your meal your meat pie بص لجو اللي هو زوجته وقال له انا اسف ان انا اكلت الفطيره الوجبه بتاعتك فابتدى يقول له You are welcome we don't want to be hungry We don't want you to be hungry. فقال له أنت على الرحب والسعة إحنا مش عايزينك تكون جعان. جو replied kindly. طبعا هنا رد جو في عطف برضه. The man turned away. Then he was taken to a boat nearby which took him to the black prison ship. هيبتدي أخذ الراجل لمكان قارب قريب عشان يرجعوه تاني يا جماعة للسفينة اللي هي السجن الأسود Far out on the marshes we watched as he climbed back onto the ship in the distance and disappeared يبقى احنا شفناه وهو ماشي بيتسلق مؤخر سفينة على مسافة واختفى At that moment the torches went out في الوقت ده ابتدت الايه الكشافات كمان تتقفل يا جماعه A year past هيبقى فيها انا بتكلم هنا بعد سنه يا جماعه I worked every day helping neighbor with a small job but in the evening I went to the village school يبقى كانت حياته في السنه دي عباره عن ايه يشتغل كل يوم يساعد جيرانه في اعمال صغيره ومن الناحيه الثانيه كان بالليل بيروح فين المدرسه بتاعت القريه The old lady who taught me often fell asleep هنا هتبدأ تبان شخصية لمدرسة لي كبيرة في السن كانت بتعلمه بس عادة كانت بتنام وهي قاعدة بتعلمه leaving her granddaughter Betty to show me how to read and write هنك نعمل زي على Betty لأنها من الشخصيات اللي هتبقى موجودة وليها دور فعال Betty ديت هي حفيدة حفيدة المدرسة وكانت بتوري لبيب ازاي يقرا ويكتب One night Joe saw me sitting by the fire في ليلة جو ابتدى يشوفني وانا قاعد جنب المدفعة As I was practicing my writing كان بيحاول يحسن ويتدرب في القراءة You know Pip you are very clever he said فابتدى يقول له انت شاطر Did you never go to school Joe I asked it No, he replied. My father didn't let me go, but he had a good heart. يبقى والد جو ما كانش بيحبه يروح المدرسة بس كان بيمتلك ايه قلب طيب ده. He taught me to be a blacksmith. And after that, I met your sister. She is a fine woman. شوف هي بتقول عليه ايه؟ وهو بيقول عليها انها امرأة جيدة. I looked into the fire. I am glad you think so, Joe. I said at least. يبقى قعد باصص بيب للنار مدة وبعدين قال له أنا مبسوط إنك أنت بتقول كده I wish she wouldn't hit you So Joe said I would rather she hit me than you We will always be best friend Won't we babe يبقى بيقول له أنا كنت أتمنى إن هي ما تأذكش ما تضربكش
كان عندي أمنية إن هي تضربني أنا في المقابل. أتمنى إن إحنا نفضل دايما أصدقاء يا بيبي. Just then Mrs. Joe come in. في الوقت ده ابتدت Mrs. Joe أخته تدخل. If this boy isn't grateful to me now, he will never be, she said. لو الولد ده مش ممتن للي انا بعمله معايا دلوقتي عمره ما هيبقى ممتن. I tried to look grateful but I didn't understand what Mrs. Joe mean. الولد كولد صغير حاول يبص لها بشكل ممتن بس هو مش عارف مش فاهم هي عايزه ايه. Miss Havisham wants Pip to go to her house. انا كده معايا شخصيتين ظهروا النهارده, معايا بادي ومعايا هافيشام. هافيشام هي آنسة اسمها الآنسة هافيشام. هنا الكلام على لسان أخته بتقول الآنسة هافيشام تريد بيب إن هو يذهب لمنزلها. She said and he must go or I will make him work hard here. لو ما راحش المكان بتاعها أو منزل ميس هافيشام أنا هخليه يشتغل أكتر هنا. Everyone in the village had heard of Miss Havisham. ده السؤال اللي أنا بسأله, مين هافيشام؟ فبيقول ان كل واحد في القريه هو بالفعل سمع عن ميس هافيشام. She was a very rich lady. كانت ست غنيه. Who lived in the nearest town. كانت عايشه في اقرب بلد. However, most people had never seen her because she never left her large old house. ومع ذلك اغلب الناس ما شافوهاش ابدا لانها ما كانتش بتطلع من بيتها الكبير القديم ده ابدا, فمحدش شافها. So how does she know Bib? Joe asked. فجو بيقول لها طب هي عرفت منين بيب؟ يعني عرفته منين؟ She doesn't know Bib. Uncle Bumblechuck visit her and she asked him if he knew a boy who would go there to play with a child who lives there. يبقى الشخصية اللي هي Bumblechuck زارها, وطبعا Bumblechuck دوت هو قريب الاخت. فابتدى لما زارها الميس هافيشام سالته لو يعرف ولد يجي هنا تجيبه عشان يلعب مع طفل عايش في المكان اللي هي فيه. ميسز جو ريبلايد ذا بوي ويل ميك هيز فورتيون باي جوينج تو ميس هافيشامز هاوس. الولد دوت هيبقى صاحب حظ عظيم عن طريق ذهابه لميس هافيشام منزلها. And he is going there tomorrow. هيبتدي يروح بكرة. Then she jumped on me. ابتدت الأخت دي تقفز على الولد. Like an eagle. كأنها نسر. On a lamb. على بيقفز على حمل. I was washed very well that night. في اليوم ده تم غسله بشكل جيد. يعني أخذ حمام بس بشكل جيد. Uncle Bumblechuck took me to Miss Havisham's house in my best clothes. زنك السداي طبعا عمهم ده اخذ بيب ووداه في افضل ملابس في اليوم اللي بعدين. We waited at the gate until a very pretty but proud young girl appeared. فضلنا واقفين على البوابة لغاية لما ظهرت لنا بنت. هي بنت صغيرة في السن وجميلة جدا لكنها عندها proud يعني عندها فخر كأنها مغرورة. This is Pip, said Mr. Bumblechuck. Bumblechuck قال ادي بيب اللي انتو عايزين. Come in Pip, she said, opening the gate. فتحت البوابة. Uncle Bumblechuck was not invited in. يبقى انكل الراجل دوت ما كانش معزوم او مدعو انه يدخل. So I left him at the gate. I followed the girl through an untidy garden. ابتدى يتبع يا ملك البنت اللي فتحت لهم الباب ويدخل في حديقة غير منظمة. The house looked unused. يبقى البيت كان شكله انه مش مستعمل. And most of the doors were closed. اغلب البيبان مقفولة. Everything was dark inside. كل حاجة كانت ضلمة مفيش اضاءة. And we went upstairs with a candle. اخدته وطلعت للدور التاني بشمعة. The girl left me at a door telling me to enter. وقفته في مدخل باب وقالت له ادخل. Inside was a dressing room light by candle. يبقى لما ابتدى يدخل شاف ايه؟ شاف dressing room ومضاءة بالشموع.
The curtain were closed. الستائر كانت مقفولة. اللي مش معايا لفظ من الألفاظ اللي أنا بقولها يكتب عليها المعنى. So no daylight come enter. ما كانش فيه إضاءة للنهار داخلة. And then I saw her. ابتدى يشوف أميسة هبيشام. The strangest lady I had ever seen. أغرب ست شفتها في حياتي. Or would ever see. أو هشوفها. She was dressed completely in white. كانت لابسة هدومها بالكامل أبيض. With a long white veil. ومعاها طرحة بيضة. And a flower in her hair. كان في ورد موجود في شعرها. But her hair was white. لكن شعرها كان أبيض. معنى كده أنها كبيرة في السن. The flower was dead. والورد اللي كان في شعرها ميت. And the white dress was now yellow. With edge. فستان كان صفر من السن. I saw a bride in a wedding dress. أنا شفت عروسة في ملابس الزفاف. But everything about her was old and sad. العروسة دي كل حاجة فيها كانت قديمة وعجوزة. Let me look at you, she said. يلا هشوفك. طب هتشوفيه في ايه؟ As I stood before her, I noticed that the clock had stopped at 20 tonight. وهو واقف قدامها ابتدى يكتشف يا جماعة انه قدامه ساعة حائط وقفت على الرقم 12 الا 9 الا 9 دقايق. Did you know what I have here? The lady continued. Her hand is on her heart. قالت له انت عارف انا املك ايه هنا؟ السيدة بتكمل وهي ايديها على قلبها. Yes, madam, I replied. It is your heart. دوت قلبك. يبقى الست بتقوله انت عارف انا املك ايه هنا وهي بتشير بايدها على ايه؟ على موضع قلبها. فالولد جاوب ولا ايوه دوت قلبك. هنا بقى هي بتقول a broken heart. A broken heart. She said. قالت له لا ده مش قلب ده قلب مكسور. She said. Then after a moment she added I am tired and I am bored. Tired. I am tired and I am bored. Play. فهنا قالت له ايه؟ انا متعبة وانا ملانة. فابتدي العب. I wondered what game I could play. So I replied that I couldn't play alone. فابتدى الولد يتساءل لعبة ايه اللي انا هلعبها خاصة ان انا قاعد لوحدي. فابتدى يقول انا ما اقدرش العب لوحدي. Call Stella, the old lady said. قالت له انت على ستيلا. انا كده بقى معايا ثلاث شخصيات دخلت معايا الشابتر ده. انا عندي بادي وعندي بامبل تشاك وعندي ده كده مش ثلاثة دول اكتر. وعندي ميس هافيشام وعندي ستيلا. انا عندي اربعة كده. انا عندي اربع شخصيات دخلت عليا. هافيشام ده عبلون. هافيشام ده الست اللي واقفه لابسه هدومها. ماشي. طيب قالت له انت على ستيلا. وين ستيلا انتر ده هتبتدي ستيلا تدخل. I saw that she was the girl who had let me in. اكتشف ان دي البنت اللي دخلته من البوابة. Now she was told to play with me. هنا دلوقتي ابتدت الست العجوزه تقول لهم العبوا تلعب معايا. But he is just a poor walking boy, she complained. هنا البنت ابتدت تبان شخصيتها انها متعجرفه. ابتدت تشتكي وتقول ايه ده مجرد ولد فقير عامل يعني انا العب زي ما عامل. Miss Havisham said something to her. يبقى هنا ابتدت Miss Havisham تقول بعض الحاجات ليها. I couldn't hear clearly. الولد ما سمعش بوضوح. But I thought she said, well, you can break his heart. قالت له قالت لها ايه؟ ترى يخمن ان هي قالت ليها حسنا انت تقدري تكسري قلبه بدل هو ولد عامل. طبعا طبقية مفرطة. يلا بينا نتوقف عند الجزء ده ونبتدي نقول مع بعض ان انا هاخد مجموعة من الاسئلة. مش هاخد اسئلة كتير النهاردة نمرة 9. هقول سؤال زائد إجابة صوت 23 24 من رقم 1 لغاية رقم 5. خلينا نقول من 1 ل 5 خمس أسئلة بس ندخلنا في الشابتر الثاني.
وقبل ما اقرا الاسئله يا جماعه عايزه اقول ان النقطه رقم 10 والاخيره هي ان المره القادمه تسميع شفوي في قواعد يونت 1 ليسون 3 و 4. المفروض النهارده ان انا هراجع معاك بسرعه جدا بسرعه خرافيه ليسون يونت 1 ليسون 1 و 2. يا ترى ليسون 1 و 2 كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن المضارع التام البسيط اللي هو بيتكون من ايه؟ انا مع انس هرجع لك انت بس شويه كده وهقول معايا. ماشي يا انس، هقول لك المضارع التام البسيط يبقى في الشكل المبني للمعلوم هتكون من ايه؟ من هاف وهاز والتصريف التام طبعا معايا فاعل. طب لو انا هحولها لشكل المبني للمجهول هنقول دلوقتي انه هيبدا ب قول حضرتك عايز المبني للمجهول، مبني بيبقى مفعول هاف وهاز بين والتصريف الثالث بين. تمام. يبقى معنى كده ان المبني المجهول بيبقى هبدا بالمفعول واحط هاف وهاز، بس هحط بين واحط التصريف التالي. حلو جدا. خلي بالك ان دوت كان الزمن الاول اللي احنا اخدناه، طبعا احنا خدنا ملاحظات فمش هرجعها تاني، لكن هقول لك الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط. ان المضارع التام كان قبل ما اكلمك على طول كان بيحصل واستمر معايا شويه لغايه ما وانا بكلمك كمان، لكن الماضي البسيط حصل ايه؟ حصل وانتهى في زمن بسيط في الماضي ملوش علاقه بيا دلوقتي. فما اجي اقول لك اي هاف واتش ذا فيلم، يبقى انا لسه يا دوب كنت بتفرج على الفيلم، ممكن تبص عليا تلاقيني يا دوب يا تقفلت التلفزيون يا اما لسه بتفرج. خلاص يبقى هو ده مستمر، يعني حاجه حصلت ودخلت على زمن في المضارع بتاعي. طب يا ترى المضارع التام المستمر يا ملا تعرفي تقولي لي بيتكون من ايه؟ من هاف ومن هاف او هاز. من هاف وهاز ايه بقى؟ بين والفعل في ايه؟ مصدر في ing. في ing. يبقى المبني للمعلوم في المضارع التام المستمر هاف وهاز بين والفعل في ing، صح كده؟ تمام. يعني طبعا في هو المستمر ما بيبقاش فيه مبني للمجهول. اه. طبعا ده الجزء الاول يا جماعه من ليسون 1 و2. انا عارفه ان جوه في اشكال كتيره جدا جدا من التفريعات، بس عايزاك تبقى فاهم وعارف الجزء اللي انا بتكلم عليه، تكوين الزمن في المعلوم والمجهول واستعمالاته. نقرا الاسئله. يبقى انا المره الجايه هسمع معاك ايه يا جماعه؟ قواعد يونت 1 ليسون 3 و4. انت رجعتي مع بعض صفحه 23. يلا بينا يا ملك. بيقول لي why do you think people was careful that Miguel the convict knows that he didn't tell the soldier about him. يلا بينا نقول لك يا ملك ليه في رايك كان بيب حريص قوي ان هو يخلي ماجويتش المجرم السجين يعرف ان هو ما قالش لحد عليه، هو ليه كان حريص كده؟ perhaps because بيب was afraid that ماجويتش might hurt him. هو كان خايف ليه؟ ربما لانه كان خايف انه يأذيه لو ماجويتش عرف ان هو بلغ عنه. السؤال الثاني عايز بيقول لك if you were بيب would you tell ماجويتش in public you had not told the soldier about him why not. لو انت بيب هل كنت هتقول لماجويتش في العلن كده انك ما قلتش الجنود عليه ليه او ليه لا؟ of course not if بيب said so is front of in the front. In front of the soldiers they might arrest him. Joe would know that it was بيب who told the meat pie and the file for the convict. بالطبع لا ما كنتش هقول، لان لو اي حد قال كده قدام العلن وقدام الجنود كان ممكن يعتقلوه الجنود دول، كما سيعرف جو ان بيب هو اللي سرق ايه فطيرة اللحمه والمبرد من اجل السجين، كان ساعتها جو كمان هيعرف الموضوع ده كله. السؤال رقم 3 يا ملك بيقول لي it was me I stole the food from the blacksmith house. خلي بالك عشان انت راجع معاك تاني سؤال الكوتيشن، سؤال الكوتيشن ان انا اجيب لك قطعه كده متقاله في وسط الجمله في وسط القصه واقول لك what do this word tell you about Miguel. الكلام ده يديك ايه عن Miguel؟ ساعات ممكن يقول لك ايه مين اللي قال الكلام ده وقالوا لمين وقالوا امتى وقالوا ليه. تمام. لا يعني انت بتجن في العالم، انت توقع كل حاجه. اظهر جميل. يلا بينا يا ملك. انا من سرق الطعام من منزل الحداد. الجملة دي بتقول لك ايه عن ميجويتش؟ I think they show that this is escaped convict can be kind and grateful to be. صح. اعتقد ان الكلمات دي بتوضح ان السجين الهارب دوت ممكن يبقى طيب وممتن جدا لبيب. سؤال رقم 4 يا انس. بيب went to school in the evening not in the morning guess why. هو كان بيروح الصبح، كان بيروح بالليل مش الصبح في المدرسة،
طب يا ترى ايه السبب؟ Rehab because he did small jobs for his neighbors during the day. Maybe it was common at that time that people go to school in the evening. قال لي ربما لانه كان بيعمل اعمال بسيطة لجيرانه في فترة النهار، وربما كمان كان الامر ده شائع في الوقت دول ان الاولاد اللي عايز يروح المدرسة يروح بالليل. طبعا هو مجتمع قروي فبيشتغلوا الصبح مش هيروحوا المدرسة الصبح، فبيخلوا المدرسة بالليل. قال لي اخر سؤال هقوله معاك، you know people you are very clever why do you think Joe says so. انت تعرف يا بيب انك انت ذكي جدا، ليه يا ترى جو قال الكلام ده لبيب ده في رأيك؟ I think because Bib was determined to get a good education. Perhaps Joe just wanted to encourage people was an orphan. اعتقد لان بيب كان مصمم على الحصول على تعليم جيد، ربما اراد جو كمان فقط ان هو يشجع بيب لان بيب ده كان يتيم. بس انا لو كتبت الجمله الاولى بس تعتبر الاجابه صحيحه او الجمله الثانيه بس اكيد اكيد تعتبر صحيحه. المهم افهم القصه وبعد كده نتكلم مع بعض. المفروض ان احنا كده، احنا المفروض دلوقتي ان احنا نسمع عدد من الصفحات. صفحات ايه يا ترى؟ المترادفات والمردات يونت 1 لازم 3 و4 39 مرئي البلوم. يعني انا عندي دلوقتي موقعين للتسميع، تسميع صفحه 74 93 94 وعندي كمان صفحه 39. طيب يبقى هنبدا نسمع 39. ماشي، هنبتدي نسمع صفحه 39 وبعدها هنبتدي نسمع ان شاء الله الصفحات الثانيه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب. طبعا طبعا اذا المحتوى عجبنا يا ريت ما ننساش نعمل لايك، كمان يا ريت نحاول ان احنا نعمل شير مع اكتر عدد ممكن من اصدقائنا لعل الفايده دي ترجع علينا ببركه في العلم ان شاء الله.